في المحاضرات السابقة تطرقنا لأكثر من شابتر. الشابتر الأول مقدمة للمادة بشكل عام، الشابتر الثاني حكينا عن الـ Security Cube، وحكينا عن الـ Principle Confidentiality Integrity Availability، وحكينا عن الـ Dimension الثاني اللي هو الـ Data، الـ Data at Rest، الـ Data at Transition، الـ Data at Processing، والدايمنشن الثالث اللي هو الكاونتر ميجرز، نحكي عن سوفت وير زي الانتي فايروس، زي الانتروجين ديتكشن سيستم اللي بيكون على مستوى الهوست. حكينا عن هاردوير تكنولوجي زي الفايروول، زي الاي دي اس، الاي بي اس، الكونتنت فلترينج، بروكسي سيرفرز. تكلمنا عن البروتكشن للنتورك لما تكون في بي ان، وبعض التكنولوجي على مستوى الوايرلس، وحكينا عن بعض السكيورتي ريجوليشن زي الايزو. تكلمنا عن 27001 27002 الأشياء اللي تطرقنا عليها. الشابتر الثالث صراحة بيتكلم عن المفاهيم أو مبادئ أساسية لازم تعرفوها اللي بتتعلق بأنواع الثريتس اللي ممكن تهدد المؤسسة أو الداتا تبعتنا. أغلب الفولنرابيليتيز اللي بتكون موجودة سواء على مستوى النتورك، سواء على مستوى الأوبريتنج سيستم، سواء على مستوى خلينا نحكي الويب أبليكيشن، كل هاي الأشياء. وراح نتطرق لمجموعة من الأتاكس والأنواع تبعاتها، وممكن إنه نعملكم لاب عملي يعني أو محاضرة عملية. طيب الشابتر صراحة عبارة عن 3 سيكشنز. السيكشن الأول بتكلم عن الميليشيس سوفتويرز، أنواعهم، بعدين بتكلم عن موضوع الديسيبشن. الشابتر الثاني كيف ممكن نستخدم السايبر كريمينال، كيف يكون عندهم تكنيك وتكتيكس وبروسيجر انه يعملوا باي باسنج للكاونتر ميجرز. راح نتكلم على اشهر الاتاك على مستوى الاوبريتنج سيستم النتورك. راح نتكلم عن التكنيكس بيستخدموها الاتاكر بحيث انه ما بيتطلب يكون عنده تكنيكال نوليدج زي السوشيال انجينيرينج، انواع السوشيال انجينيرينج، التشيلينج والدمبستر دايفينج والشولدر سفرينج، كل هاي الاشياء صراحه نتطرق عليها. بشكل عام احنا كناس بندرس سيكيورتي، هذا بيعرف ليش يعني بنهتم في السيكيورتي، او حدا عنده تصور ليش؟ شباب الموجودين، دكتور دكتور يعني اكيد احنا يعني بحاجه ان احنا المعلومات اللي عندنا. اوكي تمام. غيره طيب، هو صراحه يعني احنا بشكل عام ندرس سكيورتي عشان نشتغل ونجيب مصاري، يعني هذا السبب، يعني مش سبب ثاني يعني. ففعليا احنا الهدف تبعنا دائما انه نحمي هاي الداتا از سايبر سكيورتي سبيشالست، ناس نشتغل في السكيورتي، عندنا مؤسسة، عندنا بزنس خاص فينا، الهدف تبعنا نحمي الأسيت تبعتنا، أوكي؟ اللي هي ممكن تكون الداتا، السيرفرز، ممكن الهيومن ريسورسز كمان نحميها. صراحة من أتاكس كثيرة، أشهر خنحكي الأتاكس بالغالب إحنا في كمبيوتراتنا بننزل أنتي فيروس، هذا بيعرف ليش؟ عشان ما بيدخل فيروس يعني بيعمل ماليشيوس أكتيفيتي. ففي عندنا مصطلح دائما بنستخدمه اللي هو المالوير، او المالوير طبعا هو جاي من كلمتين، من ماليشيوس وسوفت وير. السوفت وير صراحه اي برنامج بيخطر ببالك على الكمبيوتر قدامك، زي خلينا نحكي الادفانس بورت سكانر، زي الابلكيشن تبع الزوم اللي تشبكه من خلاله، زي الابلكيشن تبع الادوبي ريدر، زي الفايرفوكس. اي ابلكيشن صراحه على الكمبيوتر تعمله رانينج هو ابلكيشن، هو سوفت وير. اوكي الميليشيا الصراحة اللي هو بما معناها باللغة العربية يعني خبيث. فالميليشيا سوفتوير هي عبارة عن برامج خبيثة، يعني صراحة هاي البرامج إلها أهداف يعني متنوعة، زي ما حكينا في المحاضرة الأولى، ممكن الأهداف تبعتها إنه يسرق الداتا تبعتك، ممكن إنه يتجسس عليك، ممكن إنه يعمل أدفرتايزمنت لإعلانات قدامك. يعني كثير منا مثلا لما بنزل بالأبليكيشن جوجل بلاي أو البلاي ستور او من الايفون او من الويندوز، صح، في كثير من الابلكيشن اول ما نعملها داونلود بطلع لك يعني 1000 اعلان.
اشياء. الشغله الثانيه مرات بدنا نحضر افلام مثلا على يعني اي موقع، تمام، اول ما تفتح الموقع مباشره ولا 500 600 اعلان في وجهك، تروح تفتح اليوتيوب نفس الشيء، اعلانات بالهبل. هاي صراحه نوع من انواع الميليشيا السوفت وير. يعني في شيء بيسموه في برامج مثلا بتكون الهدف تبعها انه تخرب الكمبيوتر تبعك، في برامج تتجسس عليك زي ما حكينا، في برامج هدفها انه مثلا تعمل يعني تعمل لك ريدايركشن، انك تعمل اكسكيوشن خلينا نحكي لاشياء معينه. فصراحه الهدف تبع الاتاكر لما بيستخدم هاي الميليشيا السوفت وير يعني انه الهدف تبعه انه يعمل رانينج لاربيتراري كود. اربيتراري كود ممكن برنامج يفتح الكالكوليتر، ممكن برنامج يعطي ريموت سيشن للاتاكر، ممكن برنامج ممكن الكود اللي يعمله رانينج يشفر الكمبيوتر تبعك حيث انك لازم تدفع مصاري. هاي صراحه كلها خلينا نحكي الاربيتراري كود اللي الهدف الاتاكر تبع الاتاكر انه يعملها اكسكيوشن. طيب خلينا طيب بالنسبه لاشهر انواع خلينا نحكي المالوير او انواعهم بشكل عام، اول نوع عندنا صراحه اللي هو الفيروس او الفيروس. اوكي، الفيروس ببساطه هو عباره عن ميليشيس كود، ميليشيس اكسكيوتابل كود، برنامج خبيث. هذا البرنامج غالبا بيكون ريليتد مع ايش؟ مع ابلكيشن انت بتستخدمه بالوضع الطبيعي. يعني مثلا انت بدك برنامج الزوم، هسه الزوم هذا عباره عن ايش؟ ليجيتيميت ابلكيشن، ابلكيشن طبيعي ما فيه يعني بالوضع الطبيعي انت بتستخدمه عشان تشبك على المحاضره. الاتاكر شو ممكن يسوي؟ ممكن يعمل انجكشن لميليشيس كود جوا ايش؟ جوا الابلكيشن تبعك، بحيث انه اول ما تعمل دبل كليك يعمل اكسكيوشن للهدف تبع الاتاكر. قلنا الهدف تبعه مختلف، ممكن يجمع معلومات، ممكن يتجسس عليك، الهدف تبعه مختلف بشكل عام. اوكي، ففعليا او ممكن يعمل كريبتو مايننج على جهازك. فالفيروس عباره عن ايش؟ ابلكيشن عادي بيكون جواته ميليشيس كود. هذا الفيروس دائما يحتاج الى انتر اكشن منك عشان يتنفذ. يعني انت لما تعمل دبل كليك هذا هو الايش؟ التريجر تبعه عشان يتنفذ. او ممكن اول ما تعمل دبل كليك يتفعل كود جوا السكريبت او الميليشيس كود تبع الاتاكر انه بعد فتره معينه او في تاريخ معين ممكن يتنفذ. فهذا هو عباره عن الفيروس. في عندنا نوع ثاني من الميليشيس سوفت وير اللي هو بسموه الورمز. الورم بما معناها اللي هي الدوده. اوكي، الورم عباره عن ايش؟ عباره عن ميليشيس ابلكيشن او ميليشيس كود زيه زي مين؟ زي الفيروس. لكن شو الفرق بيناتهم؟ هذا الابلكيشن خلينا نحكي عمليه الاكسبلويتنج او انه يعمل هاكينج او يعمل اكسكيوشن للكود تبعه غالبا اول شيء بيتم عن طريق النتورك. هاي اول شغله. الشغله الثانيه غالبا ما بحتاج ليوزر انتر اكشن، يعني انت ما بحتاج منك انه يعمل تعمل دبل كليك او تعمل رننج للابلكيشن عشان يشتغل. لا، هو بالغالب الابلكيشن سمارت بحيث انه يقدر يعمل اكسبلويتيشن لفلنربيليتي موجوده عندك جوا الشبكه. شو ممكن يسوي صراحه؟ ممكن يبطئ النتورك اللي موجوده عندك، بحيث انه اذا انت مثلا بدك تعمل اكسس للويب سايت بحيث بتحس انه النتورك تبعك بطيئه، ما بتجيك النتورك او ما بيجيك الويب سايت او الكونكشن تبعك بطيء، او لما تحضر شيء على اليوتيوب بيكون الكونكشن بطيء، ممكن يكون عندك في النتورك بيكون عندك وورمز. اوكي، فزي ما حكينا الفرق بين الورم والفيروس، الفيروس بيحتاج الى ايش؟ الى يوزر انتر اكشن، بينما الورم لا، ما بيحتاج الى ايش؟ الى يوزر انتر اكشن. الورم بيشتغل لحاله، الفيروس لا. اوكي، الفيروس عشان يعمل انفكشن لازم انت ايش؟ تنفذه. صراحه في عندنا النوع الثالث اللي هو التروجن هورس. التروجن هورس صراحه او ما بيسموه حصان طرواده، او شو فكرته يعني جايه من قصه يعني قديمه. زمان الاغريق كانوا بدهم يعني يهاجموا منطقه اسمها طرواده، اتوقع في شمال الاناضول يعني في تركيا غالبا في هذيك المناطق. اوكي، فحاصروا المنطقه هاي فتره طويله من الزمن، بس ايش اللي صار؟ اللي صار انه يعني ما قدروا يدخلوها لجوا لانه عليها اسوار زي فكره القلعه. اوكي، فاللي صار انه ما قدروا، ففي واحد من الموجودين يعني
اقترح فكرة أنه إحنا نعمل، خلينا نحكي أول إشي نضحك عليهم، نحكي لهم أنه إحنا بدنا نعمل معكم هدنة وبنهديكم، خلينا نحكي مجسم خشبي على شكل حصان، أوكي؟ فاللي صار أنه بثلاث أيام بنوا هذا المجسم الخشبي، أوكي؟ وكان في جواته مجموعة من الجنود متخبين جوا الحصان هذا الخشبي، والجيش طبعاً الجيش انسحب عن المنطقة بحيث أنه صار بعيد شوية عنها، أوكي؟ فشو اللي صار؟ اللي صار حطوا الحصان وراحوا، يعني تركوا أساس أنه إيش؟ إبداء حسن النية تبعتهم. فإيش اللي صار؟ اللي صار أنه الناس هذولاك انبسطوا وفرحوا بالموضوع، دخلوا الهدية تبعت الأغريق لجوا القلعة تبعتهم، صاروا يحتفلوا، بيشربوا، بيسكروا، بغض النظر يعني عن الأشياء يسووها. بالليل إيش اللي صار؟ الجنود اللي كانوا موجودين جوا الحصان طلعوا وفتحوا البوابة ودخل الجيش. فهي فكرة حصان طروادة، أوكي؟ فنفس الفكرة أخذوها وعملوها، يعني طبقوها على مستوى السكيورتي أو على مستوى الهاكينج. فمرات أنا بيكون عندي صورة طبيعية قدامك تبين صورة، لكن جوا الصورة هاي شو بيكون جواتها؟ بيكون جواتها ماليشيس كود، أو بيكون عندك أوديو فايل، أو بيكون عندك تكست فايل، أو بيكون عندك بي دي أف فايل. هسه هذا جواته شو بيكون؟ بيكون جواته فيه ماليشيس كود. فأنت فعليا لما تعمل داونلود من النت للعبة لجيم لأي شغلة من النت، بالغالب في أشياء، خصوصا الأشياء اللي بتكون ببلاش، إنه بالوضع الطبيعي عشان أنت تحصل عليها لازم تدفع فلوس، بس هم لا بيوفروا لك إياها ببلاش. طبعا يعني إذا أنت، إذا حدا منكم حاب يعمل شغلة زي هيك، في بالكالي لينكس في باكج اسمها الميتاسبلويت، في جواتها خلينا نحكي باكج جاهزة انه انت ممكن تعمل تروجن هورس، او ممكن تعمل فيروس، او ممكن تعمل اي شيء بدك اياه من الانواع هاي. فالتروجن هورس عبارة عن ايش؟ عبارة عن مالوير بكاري اوتس لماليشس اوبريشن اندر ايش؟ اندر خلينا نحكي نورمال ابلكيشن، يعني ان نورمال جيم، اي شيء طبيعي قدامك. فشو الهدف تبع الاتاكر؟ الاتاكر يخبي ايش؟ يخبي الماليشس كود تبعه، بحيث انه انت، او بحيث انه يضحك على الانتي فايروس او يضحك على اليوزر العادي. صراحه اغلب الانتي فايروس اليوم تقدر تلقط التروجن هورس من خلال انها تشيك على سيجنيشر معين جوا الكمبيوتر. بالوضع الطبيعي اي ابلكيشن او اي صوره اذا بتفتحوه بالهكس اديتور بالغالب بيكون جواته شيء بسموه هيدر وفوتر. فهو من خلال الهيدر والفوتر بيقدر يعرف انه انت، هل انت في عندك ابلكيشن واحد ولا اكثر من ابلكيشن. اذا حدا بيوم من الايام جرب يشارك منكم في او الجيم اللي هي كابتشر ذا فلاج او سي تي اف، ففي بعض اللي خلينا نحكي الستيجانوغرافي تاسكس بيكون حاط لك ملف جوا ملف، بحيث انه انت بدك تعمل اكستراكت للفلاج من جواته. حدا عنده سؤال على انواع الثلاثه دول؟ طيب في عندنا نوع رابع شيء بسموه اللوجيكال او اللوجيك بوم، اوكي؟ هسه شو فكرته؟ هو نفسه نفس السابقين، هو عباره عن ماليشيس بروجرام. هذا الماليشيس بروجرام عشان يتنفذ بيحتاج انه ينعمل تريجرينج، او بيحتاج الى اكشن معين، او بيحتاج الى وقت معين، او الى خلينا نحكي اكتيفيتي معين عشان يشتغل، اوكي؟ فهذا الابلكيشن عشان يشتغل او عشان ينعمل له اكسبلوجن، اوكي؟ فيحتاج الى كيف فكره القنبله؟ القنبله فعليا انت لما تشيل خلينا نحكي الزر الامان تبعها، هذا التريجر عشان ايش؟ ينعملها اكسبلوجن. هلا في السايبر سيكيورتي لا، هلا ممكن يكون وقت معين، ممكن يكون اكتيفيتي بيعملها اليوزر، ابلكيشن بيعمل له كولينج، فهي التريجر تبعها. فممكن يكون زي ما حكينا ديت تايم، ممكن يكون ابلكيشن او ابلكيشن ثاني ينعمل له رننج عشان يشتغل، او ممكن يستنى يوزر معين انه يعمل لوجن. فكل هاي صراحة يعني الكيسز اللي بيغطيها اللوجيكال بوم. ممكن مرات طبعا هاي النوع من انواع المالوير طبعا بيظل خلينا نحكي ان اكتف حتى يتنفذ التريجر تبعه. يعني
ما بيأذي السيستم تبعك ولا بيأذي الكمبيوتر تبعك إلا متى؟ إلا في حالة واحدة، إلا إذا انعمل للتريجر اكتيفيشن. أوكي، كيف فكرة القنابل بالوضع الطبيعي لما تستنى رنة مكالمة؟ نفس الفكرة. في عندنا نوع من أنواع الميليشيس اللي يسموه الرانسموير. كثير منكم قبل سنة أو سنتين سمع عن إنه الابليكيشن أو الداتا تبعت المؤسسة تشفرت، فأنت عشان تفك التشفير لازم تدفع مصاري. هاي فكرة الرانسموير، بيعمل هولدنج للكمبيوتر سيستم أو الداتا اللي جواته كابتيف، بتظل يعني خلني محجوزة أو مقفلة، بحيث إنه أنت لازم تدفع فلوس عن طريق الكريبتو كورنسي، عن طريق البيتكوين، بغض النظر لأنون يوزر. هذا اليوزر أنت فعليا ما بتشوفه، هو بس بيعطيك الادرس تبع الولد تبعته، فأنت بالولد تبعته بدك تحط له مصاري. ونس أنك حطيت له مصاري بعمل ريليز للكي اللي بفك التشفير. هاي شغلة. الشغلة الثانية، المرة الماضية حكينا إحنا بالسيكوريتي لازم عشان نحافظ على موضوع الأفيلابيليتي لازم يكون عندنا بلان أو باك أب. أوكي، فعلياً إذا أنت كنت ماخذ باك أب فبتقدر تتجنب هذا الأتاك بالضبط، فيروس الفدية. دكتور الوربس اللي هو يعني بتكاثر جوا الكمبيوتر مثلاً بفوت ببلش البرنامج بعدين بصير يوزع. يس يس، ممكن ينعمل له ريبليكيشن، ممكن يعمل ريبليكيشن لنفسه. اوكي، طبعا هذا يعني ممكن واحد منكم يقول طب كيف ممكن يصير؟ لا، هو فعليا الكودر او الاتاكر اللي بنى الكود هو طبعا بيشيك، بيستنى فولنرابيليتي معينه، اذا هاي الفولنرابيليتي موجوده بنعمل له ايش؟ اكسبلويشن او ريبليكيشن. فكل هاي الاشياء طبعا الموضوع مش بالسهوله اللي انت بتتخيلوها، بس على الاقل الفكره ايش؟ انه بيقدر ينفذ الاكتيفيتي تبعته، يعني انها ايش؟ ابليكابل انها تتنفذ بشروط معينه. هلا ممكن في بعض الابلكيشنز محتاج لفتره زمنيه طويله عشان ايش؟ ينعمل له رانينج. ليش؟ لانه يعني بعض الابلكيشن بيستنى ينعمل تريجرينج لادرس معين جوا الميموري. طب انت مثلا لما تتفرج على الميموري من ماده الاوبريتنج سيستم، مثلا ممكن تكون الميموري ببلش من 8 زيروز او ل 8 اف، ففي عدد كبير من الادرسز اللي ممكن عشان ايش؟ اللي ممكن يجربهم عشان يوصل للميليشيس كود او للشيل كود تبعه. اذا بنحكي عن بفر اوفر فلو، ممكن يكون الميليشيس كود بيكون على التوب اوف ذا ستاك، ممكن يكون لما ينعمل اكسبشن هاندلينج. هاي شغله في اكثر من كيسز. النوع السادس اللي هو الباك دورز والروت كيتس. لا، الباك دور عباره عن ايش؟ انه فعليا انه انت ممكن تدخل على السيستم من دون يوزر نيم وباسورد، او ممكن يكون عندك انت ضايف يوزر، هذا اليوزر له يوزر نيم وباسورد. بس الفكره وين؟ الفكره انه الكريمنال بيكون عامل كومبرومايزنج للسيستم تبعك من باب خلفي او من شيء انت ما بتتوقع انه ايش يعمل اوثنتيكيشن. هلا النورمال يوزر عشان يعمل لوجن ممكن يطلب يوزر نيم وباسورد. هلا انت ممكن تضيف شيل، هذا الشيل اذا بتعمل اكسس على بورت معين ممكن تدخل جوا الكمبيوتر. اوكي، هذا بالنسبه للباك دور. بالنسبه للروت كيت، الروت كيت مرات بيكون عندنا مثلا جوا الهدف تبع الروت كيت انه ايش؟ انه يعمل ريموف لموديول عندك جوا الاوبريتنج سيستم ويحط ماليشيس موديول يكون نفس الفانكشناليتي تبعت الاوبريتنج سيستم بس جواته ماليشيس كود. الهدف انه يعمل باي باس للاثنتيكيشن. طب ممكن واحد يقول لي شو الروت كيت؟ اذا بنحكي عن لينكس اوبريتنج سيستم الكيرنل، انه الاتاكر ممكن يكون عامل ماليشيس كيرنل. اخذت اوبريتنج سيستم انت ولا لا؟ خذها 130. اوكي، على انتم باللينكس اوبريتنج سيستم مش بيكون عندكم الهاردوير، بيكون عندك خلينا نحكي الابلكيشن والاوبريتنج سيستم. هلا الاوبريتنج سيستم هو عباره عن ميدل وير بين اليوزر والهاردوير. اوكي، هلا جوا الاوبريتنج سيستم بيكون شيء بنسميه الكيرنل. الكيرنل باللينكس هو الكور تبع اللينكس اوبريتنج سيستم او تبع الاوبريتنج سيستم بشكل عام. فالكيرنل هو اللي بنفذ الريكوست اللي بتجي من الابلكيشن لاير او من اليوزر سبيس عشان تتنفذ على الهاردوير. هلا مرات محتاج ممكن الى سيستم كولز او اي بي اي عشان ينفذ لي هذه التاسك. فالاتاكر عشان انه ما يخلي الانتي فايروس يلقط هذا الشيء ممكن يعمل كومبرومايزنج للكيرنل.
فالهدف من هذا القصة أول إشي إنه يضيف باك دور، وإنه الأنتي فايروس ما بيقدر إيش يلقط هذه الحركة. واضح ولا مش واضح؟ واضح. أوكي. طيب اليوم ما في منا واحد ما بيستخدم الإيميل. أكثر إشي على مستوى العالم يمكن الناس تستخدموا الإيميل والسوشيال ميديا أو الإنستنت ميسجينج أغلب الأشياء. طب إذا حدا منكم بلاحظ أو بجرب فتح إيميل بيوم للأيام، في تاب إشي بيسموه السبام أو خلنا نحكي الجنك إيميل، حدا منكم جرب يفتح هذا الإيميل؟ دينا ممكن أفتح لكم على إشي عندي. أنا بفتحه كثير، بس كنت أفتحه عشان إذا نسيت كلمة سر حسابي في لعبة كان يرسل لي عليه على السبام مش أوكي. على الرسائل العادية. طيب هاي الشاشة اللي قدامكم هسا، السبام هي عبارة عن بالعربي رسائل غير مرغوب فيها. هسا هاي شو ممكن؟ ممكن يجي واحد يكون بعث لك إيميل إنه والله أنا عندي مصاري كثيرة في جنوب أفريقيا، بس محتاجك تبعث لي 1000 أو 2000 دولار عشان إنه أنا أقدر أحول لك شغلة معينة، وعندي ملايين. طب اللي عنده يعني سؤال منطقي، اللي عنده ملايين محتاج يطلب منك 50 أو 40 أو 1000 أو 2000 دولار؟ مش محتاج. فمرات بيكون واحد إما بعث لك URL أو إيميل، إذا بتفتح جواته يوديك على الويب سايت تبع الأتاكر، أو بيعمل كنترول، بيعطي كنترول من جهازك اللي عامل عليه رنج للإيميل لمين؟ للجهاز تبع الأتاكر. ممكن يعني شوفوا يعني مثلا بعدين صاروا يتفننوا في الموضوع هذا. يعني مثلا هون بحكي لك عن دبلوم، دورة تدريبية، أو ممكن مثلا شو بيسوي لك؟ بحط لك الهيدر تبع الإيميل، بيبين إشي طبيعي، بيبين لك إشي طبيعي. لذلك مرات أنا لما بقول لكم ابعثوا لي، لما تبعث لي إيميل حط لي السبجكت، لأنه أنت فعليا هون شو بتقدر تسوي؟ بتقدر تعمل رولز. هاي الرول إنه إذا إجاك إيميل من دون ترويسة احذفه أو وديه على السبام. هاي مثلا أنا يعني بالعادة كثير بنستخدمها. أو مثلا مرات بيجيك خلينا نحكي بيجيك إيميل بيكون مثلا شو بجواته، بيكون لك ايش ريبلاي ار اي على اساس انه ايش، انه هذا ريبلاي على ايميل انت اصلا اوريدي بعثه، او على كونفرزيشن ايش بينك وبين واحد. اوكي، فهي اغلب الاشياء اللي بيستخدموها الاتاكر. طبعا بالغالب اما بيحطوا هارمفول لينكس بيضغط يعني لينك معين، او بيكون حاط لك ايش مليشيس ابلكيشن. هلا في بعض خلينا نحكي في بعض المرات زي اللي حكى عنها زميلكم، انه مرات ممكن يجيك ريسيت للباسورد. مظبوط، ممكن مرات ممكن يجيك ايميل، الايميل تبعك ما بيروح على الانبوكس، بيروح على السبام. ممكن حدا يعرف السبب صراحه؟ السبب انه عمليه الفرز هاي بتتم صراحه من خلال اما كونديشنز او من خلال ارتفيشال انتليجنس ابلكيشن متدرب على ملايين من الداتا. اوكي، طيب في نوع من انواع الميليشيس سوفت وير او الميليشيس كود، ايش بسموه السباي وير. سباي وير هو عباره عن ميليشيس ابلكيشن. اوكي، الكريمنال بيستخدمه انه يجمع معلومات عنك، اوبتين انفورميشن اباوت ايش اليوزر تبع الكمبيوتر، او بيجمع معلومات عن الاكتيفيتي تبعتك. اوكي، هلا ممكن شو اللي يصير، ممكن يصير انه ما يحدث ضرر للكمبيوتر تبعك. اوكي، بس على الاقل بيجمع معلومات عنك، انت شو فتحت ابلكيشن، الكي ستروك تبعتك، مرات الكبسات اللي بتكتبها على الكيبورد برضه بيعملها كابتشرنج عشان يعمل ايش، خلينا نحكي ممكن عشان يلقط الباسورد تبعك. ف
صراحه في كثير من الـ من الـ خليني احكي السيناريوز تبعين الاتاكر، عشان ينفذ الاتاك تبعه لازم يدمج اكثر من تكنيك. ففرضا ممكن انه ينزل عندك سباي وير، السباي وير هذا بيتجسس عليك انه مثلا يجيب معلومات على اساس انه يعمل لانش للاتاك ثاني. احنا بالسكيورتي بنسميها الستيجنج اتاك، يعني ما بتقدر توصل للتارجت تبعك من ستيج واحده، فبتعمل اكثر من ستيج. طيب في عندنا الادويرز، اذا تلاحظوا هي البوب اب اللي بتطلع لك لما تفتح مواقع كوره زي تبعت كره القدم، او مثلا لما بدك تحضر موفي. اوكي، فبالغالب بيكون غالبا يعني بالغالب بيكون ريليفنت يعني للشيء اللي انت بتشاهده. فالهدف طبعا الهدف تبعهم اما انه يكسبوا مصاري، بالغالب الهدف تبعهم اما يكسبوا مصاري، او بيطلع لك بوب اب على شكل اعلان انه لقد ربحت ايفون. فونس انك انت ضغطت عليه بيوديك على ايش؟ على الابلكيشن تبع الاتاكر. اذا اخذته بالويب، بالويب بالغالب البوتن اللي قدامك او المسج بيعمل لك ديسبلاي، بيقدر يعمل انجكشن لكود جواتها على فكره، او ونس انك تضغط عليه بيعمل لك ريدايركشن للوكيشن ثانيه. اوكي، في ابلكيشن صراحه بنسميهم احنا السكير وير. السكير وير يعني شو الهدف تبعها؟ انه ابلكيشن بس ينعمل له رننج، يعني بيبين قدامك إشي بيخوفك انت، انه مثلا ممكن يبعث الابلكيشن يبعث لك مسج انه جهازك لقد اخترقناه، او جهازك راح ينفجر، انه عشان ما ينفجر لازم تقول لي تبعث الباسورد تبعك لهذا الايميل. هاي صراحه كثير بيستخدموها الاتاكر. اوكي، فالمبدا تبعه مبنى على مبدا الفير تبع اليوزر. في ناس صراحه بتخاف تعمل الاكشن، يعني بتخاف يعني بيردوا على الاتاكر شو بحكي لهم. لاحظوا طبعا اليوم اغلب البراوزر صراحه بتمنع البوب اب اللي بتطلع لك. هلا في ناس ممكن يعملوا ديسيبل صراحه للبوب اب هاي اللي بتطلع لهم، فانت ومرات وحظك يعني. طيب في نوع من انواع او التكنيكس اللي بيستخدموه الاتاكر اللي هو الفيشنج. الفيشنج صراحه هو نوع من انواع الخداع. اوكي، في ناس مثلا ما بتعتبره نوع من انواع الاتاك، بس انه من الاتاك اللي بيكون فيها تكنيكال تكنيكس. اوكي، ففعليا الاتاكر في هاي الحاله بيبعث لك ايميل، شفتوا الايميلات اللي على السبام زيها، بيبعث لك ايميل انه لقد ربحت كذا، لو سمحت ابعث لي رقم حسابك، او ممكن تجيك على شكل مكالمه. فبالغالب الكريمنال ممكن يجي لينك عن طريق ايميل او انستنت مسجنج، سناب شات، فيسبوك، اي نوع من انواع السوشيال ميديا. صراحه ممكن صراحه اللينك او اللينك اللي بيبعث له الهدف تبعه ممكن انه ايش؟ يجمع معلومات عنك زي اليوزر نيم والباسورد. مرات ممكن بيجيك ايميل، الايميل بيحكي انه انا المانجر تبعك، ابعث لي الباسورد تبعك. طبعا هو طبعا بتفننوا، وصراحه في اليوم ويب سايت كثيره بتساعد الاتاكرز انه يعمل لك شيء كوبي بيست عن الشيء اللي جتمت. اوكي، فالهدف تبعهم انه يعملوا صراحه تريكينج لليوزر. لا ممكن مرات لاحظوا الاتاكر ممكن يبعث لملايين من الناس، هاي بنسميها الفيشنج الطبيعي. هلا في نوع من انواع ثاني بسموه شيء بنسميه السبير فيشنج. الفيشنج السبير هذا شو بيكون ديديكيتد لمؤسسه او ديديكيتد لشخص، يعني بيكون الهدف تبعه انه يستهدف شخص معين. طبعا ممكن واحد منكم يعني مثلا مؤسسه اجى فيها موظف جديد، الموظف الجديد ما بيعرف خلينا نحكي البوليسي تبعات المؤسسه، فهذا انك تعمل له خلينا نحكي انك تضحك عليه اسهل ما تضحك على شخص من زمان في المؤسسه. حدا عنده سؤال دكتور؟ شو اللي بلاك ميل؟ طيب ايش هو بلاك ميل؟ هسا البلاك ميلينج مصطلح بالعاده بنستخدمه انه واحد بفاوضك على شغله، يعني مثلا انت غشيت في الامتحان او سرقت. اوكي، واحد صورك فبيعمل لك بلاك ميلينج او زي ببتزك. اوكي، نوع من انواع الابتزاز صراحه، فبيحكي لك انه انت عشان ان الفيديو تبعك ما انشره، انا الفيديو تبعك عشان ما انشره فبدك تدفع لي فلوس او تنفذ لي اكشن معين انا بدي اياه. وصلت؟
طيب طبعا هذا بالغالب الفيشنج اللي بيصير عن طريق الايميل. اوكي طبعا في نوع من انواع الفيشنج بيسميه الفيشنج من حرف الفي من فويس. هاي شو فكرته؟ انه الاتاكر بيرن عليك مكالمه. لما تفتح التليفون تبعك شو بيبين؟ بيبين انه رقم واحد مخزن عندك. طب واحد ممكن يسالني طب كيف ممكن تصير هاي الشغله؟ انه والله انا مسجل محمد عندي ورقم تليفونه، واحد لما يرن علي بيطلع علي نفس رقم محمد. حدا بيعرف شو الفكره او كيف ممكن يصير؟ طيب الفكره ببساطه انه اغلب شركات الاتصالات الكبرى زي زين وامني او الى اخره بالغالب او الكول سنتر بالعالم بالغالب بيعملوا كواليتي اشورنس على الكوميونيكيشن هاي على اساس انه يعملوا راوتينج للترافيك من دوله لدوله. ففي دائما شركات بتكون معها بيرميشن من مزود الخدمه انه يقدر يرن برقم من الارقام المسجله او تابعه له. طبعا في كثير من الناس بيسيئوا يعني من الموظفين اللي بيشتغلوا في هاي المؤسسات بيصير ياجر السيرفيس هاي من دون ما المؤسسه تعرف عنه. ففعليا بيقدر يرن عليك من رقم من رقم من رقم زي رقم طبيعي بيبين انه رقم مخزن عندك. هاي صراحة يعني أنا زمان كان إلي صديق بيشتغل في الإمارات في شركة زي هيك، فمرة طلبت منه بيرميشن أساس إني أرن على ناس بالسعودية من رقم سعودي، فعليا أنا رقمي مش سعودي أنا رقمي أردني، لكن فعليا بنزل الأبليكيشن هذا، الأبليكيشن بيشبك على بروتوكول اسمه السب سيشن إنيشيشن بروتوكول بيستخدم، فأنا فعليا برن على أساس إني أنا بالسعودية وأنا فعليا مش بالسعودية، فهي عبارة عن خدمة بالعادة. بالعادة يعني الدولة بتعطيك إياها. في نوع كمان بشي بسموه الفارمينج، هو عبارة عن إمبرسونيشن يعني زي انتحال شخصية. بالغالب هاي بتكون على مستوى الويب سايتس، يعني مثلا إذا بتفتح الموقع جامعة اليرموك بتبين موقعه قدامك طبيعي. أوكي هلأ في أبليكيشن بتقدر تعمل كرولينج للويب سايت كامل، وبيكون بيقدر يعمل له هوستينج على ماليشيا سيرفر وبيبعث لك اللينك. فانت لما بيبعث لك اللينك فبيبين قدامك انه موقع جامعه اليرموك، بس هو فعليا مش موقع جامعه اليرموك. اوكي واضح. طيب في نوع من انواع التكنيكس اللي بيستخدموها كمان الوولينج. الوولينج صراحه هو نوع من انواع الفيشنج اتاك. يعني شو الفرق بينه وبين السبير فيشنج؟ السبير فيشنج ممكن يستهدف شخص في المؤسسه، بس هون لا، الوولينج عباره عن ايش؟ انه بيستهدف الشخص اللي له صلاحيه، الشخص اللي له خلينا نحكي وزن في المؤسسه، غالبا من تيم السينيورز او الاكزيكيوتيف مانجر او الاكزيكيوتيف شيف اوفيسر. اوكي فدائما التارجت تبعه بتكون عاليه جدا. طيب كثير منا اليوم بيستخدم عشان يعمل رننج لجيم او يعمل رننج لاي شيء بيحتاج الى ابلكيشن زي الفلاش او الشوك ويفز. اي صراحه التاكرز اليوم بيقدروا يعملوا انجكشن لميليشيس كود جواتها. لاحظوا اغلب الويب سايت ترى اليوم اغلب الويب سايت تعمل بلوكينج لهي الاشياء. يعني مثلا في يعني اذا حدا عندكم عنده برنامج كاميرات في البيت، تلاحظوا انه بعض برنامج الكاميرات ما بيشتغل على الويب سايت تبع او ما بيشتغل على جوجل كروم ولا الفايرفوكس، ممكن يشتغل على الانترنت اكسبلورر الفيرجنز القديمه. ليش؟ لانه اغلب الويب سايت اليوم او الويب براوزرز تمنع اليوزر انه يستخدم الفلاش او الشوك ويفز، لانه في كثير صراحه طلعت بلجنز بتستخدم هاي الاشياء، فالاتاكر ممكن يعني يعمل انجكشن لميليشيس كود. في ماده السوفت وير اكسبلويتيشن او الويب اكسبلويتيشن راح ناخذهم بالعملي بالتفصيل كيس كيس. اوكي طيب في شيء بنسموه احنا السيرش انجن، بالغالب اللي بيستخدموه جوجل. بالغالب شو الهدف تبعه؟ الهدف تبعه انه يعمل لك اوبتمايزيشن للسيرش تبعتك. لاحظوا في كثير من الويب سايت اليوم عشان ترفع الرانك تبعها بتروح لشركات متخصصه. هاي الشركات شو بتضبط لك الويب سايت، بتضبط لك اليوزر انترفيس، بحيث انه اي واحد بيعمل سيرش على الكي ووردز معينه مباشره بيبين لك الايش الويب سايت. الاتاكر اليوم بيستخدموا شيء بسموه الاس اي او بويزنينج، نفسه بيعمل ميليشيس ويب سايت
بيستخدم ناس عندهم الاوبتمايزيشن سيرفيس, حيث انه لما تفتح الويب سايت انت بيبين لك 100% انه ويب سايت حقيقي, بس هو فعليا مش ويب سايت حقيقي. حتى بالزاويه لو تلاحظوا لما تفتحوا اي متصفح, مش بالزاويه بيعطيكم اشاره القفل الاخضر انه الموقع سكيور. الاتاكرز ممكن ها ممكن شو يسوي, ممكن يرسم لك كود فوقيها مباشره بحيث انه يبين لك ايش سكيور, بس هو فعليا ما بيكون سكيور. اوكي طيب, في كمان نوع من انواع بنسميه البراوزر هايجاكينج او البراوزر هايجاكر. صراحه مليشيس ابلكيشن او مليشيس سوفت وير بالغالب الهدف تبعه انه يعدل في السيتنجز تبعات البراوزر تبعك عشان يعمل لك ريدايركشن لويب سايت ثاني, او بيجبرك انك تعمل داونلود لدرايفر معين, وهذا الدرايفر عشان تعمل له داونلود بيطلب منك بيرميشن. حدا عنده سؤال؟ طيب اليوم بما انه بمناسبه المولد النبوي